السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد إسماعيل من قناة تكنولوجي. حابب أنوه لحاجتين. أول حاجة، القناة بقالها أكتر من سنة مفيهاش إلا 487 مشترك، وده بالنسبة لقناة بالفترة دي ده حاجة قليلة جدا. تاني حاجة، القناة عليها قرابة 200 فيديو. الغريب في الأمر إن أنا بلاقي المشاهدات غريبة جدا أهي، يعني حاجات مفيش عليها أي مشاهدة، مفيش أي حتى تواجد عليها، برغم إن هي مرفوعة من سنة. فده شيء غريب فعلا بالنسبة لعدد المشتركين عندي. والأغرب إن عدد المشاهدات حتى عندي بسيط جدا، ودوت نظير مش قادر أفهم بصراحة، هل هو خطأ من اليوتيوب أم هو خطأ من المشاهدين؟ بصراحة مفيش تفاعل معايا خالص في القناة، في حين إن الواحد بيتعب جدا علشان يقدر يوصل المعلومة، ويقعد يبحث في المنتديات والمواقع علشان يقدر يوصل معلومة بصيغة بسيطة جدا، إلا إن التفاعل ميت 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 ميت. يعني مثلا حاجة زي كده بقالها اسبوع 11 مشاهدة، اسبوع بقاله 3 مشاهدات، وفي اللي بقاله اسبوع بقاله 4 مشاهدات، وفي اللي ما اتشافش اصلا. فده حاجة صراحة بتحبط الواحد. لو على كان كده يعني يا ريت تفهمونا ايه الاخطاء اللي في القناة، حتى الواحد يقدر يستطيع ان يقدر يفهم ايه الاخطاء اللي عنده ويقدر يعالجها. يفهم المشكلة، جايز يكون في مشكلة عندي انا مش قادر احلها، بيكم اقدر احلها، فيا ريت توضحوا لنا المشكلة فين عشان اقدر احلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.